في المؤتمر الوطني الثامن في الأسبوع الأول من شهر التنبيه في مركز الثقافي والرياضي بوزنيقة أمير الرشيد، والذي تم اختيار شعار الشباب وتكريس الخيار الديمقراطي. ويأتي هذا المؤتمر بطبيعة الحال بعد نهاية الصبغة القانونية للمكتب الوطني والكاتب الوطني الحالي، انسجاما مع القانون الأساسي للمنظمة الذي يحدد بدايته في أربع سنوات. انطلاقا من هذا كله بطبيعة الحال سيكون لنا اليوم لقاء بكلمة توجيهية مع الرفيقين رشيد محب الكاتب الإقليمي للفرع الإقليمي لأسفي، والرفيق سي رحيم ووحدة الرفاق ديالنا بمدينة أسفي. لن أطيل، سأعطي مباشرة الكلمة للرفيق رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للرفيقات والرفاق، تحية للرفيق سامي على المجهود الكبير اللي دار من نهار اللي بدا التأسيس ديال الفروع الثلاث، فرع المدينة وفرع معهد السحايب وفرع القياد. الروح النضالية اللي حقق التدريب نسنا فيه، كنا كذلك الشباب اليوم سهروا على التأسيس ديال فرع المدينة وعلى الروح اللي بانوا عليها ديال الانضباط والمسؤولية، وكان في جو رفاقي حول تأسيس هذا الفرع هذا، وكذلك الفرع ديال الغياب والفرع ديال جمعية سحيم. وتحية للرفيق مصطفى الكانوني، كذلك حاول التعبئة ديالو، ورفيق الضيف الثاني كذلك الحضور ديالو معنا، وكنهنئو على الانتخاب ديالو هو مجلس مركزي المدينة ديال الرياضة. ونحيي جميع الرفاق والرفيقات، ونحيي كذلك هذا المكتب الوطني، أعطى المكتب الوطني على رأسهم الكاتب العام الشباب الاشتراكية على المجهودات واللجنة اللي هي قامت بالتحضير لهذه المؤتمرات، وعدت وثائق اللي هي وثائق تنظيمية حول الخراطات حول كيفية الانتقاء أو إفراز المؤتمرين أعضاء المجلس المركزي. يعني كان واحد المجهود اللي هو مجهود كبير، وكنهنئو رفوسنا كذلك حنا كحزب ككتابة إقليمية وكأعضاء لجنة مركزية وكرفاق اللي خرج أسفي من واحد المأزق اللي هو ما كناش يعني صورة سلبية على الصعيد الوطني. المهم هذا راه إنجاز إيجابي، خرجنا من واحد العدد ديال الحسابات. أول دور أمر أن أرحب بالرفاق الثاني سي سعيد إسكوبا واللي جاب باقي الطريق ومعنا الثاني ورفيق رشيد محب ورفيق يونس وجميع الرفاق، واللي جد سعيد نحضر لهذا العيد النضالي بامتياز اللي هو عيد ديال المؤتمر ديال الشباب الاشتراكي في اسفي. وكل ما يمكن يقول وهو انه بنوصي الرفاق على انهم يديروا نشره يعني نمش الشمل ديال الاقليم، يعني المشي قدما في المبتغى المطلوب منهم من خلال المهام المنوطه بهم كشباب في تخليق الحياة العامة، في بناء حياة أفضل، مواجهة التحديات التي يعاني منها الشباب، حل المشاكل الشباب، يعني منافسة الشبكات المفسدة عبر الإنترنت وعبر السبويج. المهم بصفة عامة اللي نقول لكم أنا وهو أننا نتمنى منكم أنكم تمشيوا في تخليق الحياة العامة ومواجهة التحديات والقضاء على 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 التشتت داخل الحياة الكبيرة. ثلاثة ديال الفروع، الفرع ديال اسفي المدينة والفرع ديال دين الغياب والفرع ديال جمعة سحيم. كنشكروا الرفيق التهامي على عضو المكتب الوطني للشباب الاشتراكية على تجبد العناء ديالو بجميع المراحل اللي كيدوزو عندنا ديال الشباب الاشتراكية.
كنشكر الرفاق ديال حزب التقدم الاشتراكيه باسفي الرفيق الكاتب الاقليمي رشيد محيط والرفيق كانوني والرفيقه اميه عضو اللجنه الاداريه ديال الفرع الاقليمي. نبغي نقول لكم الرفاق حنا في مرحله جديده ديال الشبيبه الاشتراكيه، يعني غادي نشتغلوا مجموعين، يكون عهد جديد، عهد قديم اللي كنا كنعرفوا حنا كريفة غادي يطوى، الصورة ديالو غادي يطوى، شباب جاية بأفكار جديدة، أفكار تقدمية اشتراكية محضة. اللي غادي نقول لكم أن عندنا هذه المحطة ديال المؤتمر الوطني الثامن، خاصنا نتكتفوا ليها مجموعين باش نجحوا المرحلة، ويكون الفرع الإقليمي ديال أسفي ديال الشبيبه الاشتراكيه بقى الصيد ديالو كيف ما كان من العهد ديال 2000 و2006 فاش هيكل الفرع المحلي ديال اسفي. تشكيل كبير، بغينا الخطابات السياسيه الجوفاء ما تبقاش، بغينا الشباب يعطينا افكار جديده لمغرب جديد يتحرك، لمغرب يسعى ان يكون فيه الاطر هما القدوه، والاطر بطبيعه الحال هما اللي يكونوا قاده. من اجل ذلك فتحنا واحد الورش اسمه ورش القانون الاساسي لمنظمه الشبيبه الاشتراكيه، وفتحنا واحد الورش اسمه قانون الوثيقه السياسيه، قانون الوثيقه التوجيهيه ديال منظمه الشبيبه الاشتراكيه، وفتحنا واحد الورش كذلك اسمه قانون الوثيقه التنظيميه لمؤتمر حزب التقدم والاشتراكي. لهذا الرفاق فباش نعطيكم مختصر شديد للناس اللي يلاه كيجيو جداد بالنسبه للمنظمه ديالنا، فالمنظمه ديالنا تتشكل من المؤتمر الوطني، بطبيعه الحال غادي يحضروا الرفاق والرفيقات ديالنا. وشنو هو المؤتمر الوطني ديالنا؟ هو مؤتمر يتشكل من واحد مجموعه من الفروع المغرب، تنتقي لمده واحد المده زمنيه اللي هي ثلاثه ديال الايام، يناقشون فيها الوثيقه السياسيه والقانون الاساسي والقانون التنظيمي. التنظيميه الاشتراكيه بمعنى اننا ننتمي الى فكر يحبي المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. ملي كنقول يحبي المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، واخا المصلحة الخاصة ديال الشعب كتقول مثلا بأن هذا القانون راه ما خدامش اليوم للشعب، أو الشعب كيقول لك راه ما خدوش، لقيت الحزب ديالنا كيقول بأن ها علاش كيعطينا التبريرات، وهذه التبريرات ما كنلقاوهاش في أحزاب أخرى، نقدم التبريرات بشكل كبير. طيب، لماذا اختيار الشعار ديال الشباب وتكريس الخيار الديمقراطي؟ لأنه تم تبخيس العمل السياسي في المغرب. صافي، باش ما يتمش تبخيس العمل السياسي في المغرب، قلنا بان الشبيبه ديالنا خاصها تكون قويه، باش كتكون قويه بالاشتغال المحلي، وباش تكون قويه بالاشتغال المحلي، اعتقد بان المجهودات اللي تبذلت في اسفي كانت مجهودات جباره، مجهودات ديال الرفاق والرفيقات مشكورين عليها، وجدنا واحد الارضيه ديال الاشتغال معنيه لا اختم به الى العمل. الى العمل قلتها في التاسيس ديالنا في اعاده التجديد ديال المدينه، الى العمل وجدوا مخيمات، الدعم المادي ماشي شغلكم، وجدوا ندوات فكريه، الدعم المادي والحضور ديالي اثر هاد اللقاءات ماشي شغلكم فيه، حنا لا نتكلف بذلك، ثم فقط وجدوا الانترنت ووجدوا شي حويجه اللي كتعطيكم التنميه ديال الفكر ديالكم، وكونوا على يقين بانكم غادي تلقاو الدعم ديالكم من الكتابه الاقليميه ديال الفرع، من المكتب الوطني اللي غيجي، لان هذا سند الخدمه ديالو، لان نشتغل باللجنه الوطنيه لاعداد المؤتمر وتحضير المؤتمر اللي الرفيق الثاني عضو فيها على المستوى الوطني، نشتغل بهذه اللجنه. هذه اللجنه تشتغل بالحياد، كتبغي الرفاق ديالها ينوض نشتغلوا. نحن كاعضاء المجلس الاقليمي المقترحين للاشراف على اقليم اسفي على الشكل التالي: كرباش رشيد، عز الدين بن نوره، مرسي عبد الرزاق، نوال عبد اللهوي، جمال محيب، ياسين محيب، عبد الكبير بورحيه، مريم كانوني، حليمه نوين، منيه ستحتوتي، عبد الله بوغرين، عيسى كيري، زائد اعضاء المجلس المركزي الذين سيتم انتخابهم. عندي 12 رفيق. رفيق محب
جمال. لا جمال، رفيق جمال محب هو عضو بالصفة في المجلس وعضو لأنه كاتب ديالنا. تالي من يصوت لهذه اللائحة؟ شكوني معاه؟ شكوني بالإضافة ثلاثة ديال الرفاق غادي يتزادوا عليه فيما بعد. تم التصويت على لائحة أعضاء المجلس مباشرة. غادي نعطيكم واحد المقترح أتمنى صادقا أنه يعجبكم. أي واحد بغى يشتغل في هذا الشيء، هادو أوراق هادو كيسمعوا غير السلطات، ما كنخدموش حنا باش صافي، كنخدموا بينا، كنخدموا بينا مجموعة. أي واحد بغى يخدم مرحبا بك مزيان، لكن هادشي هو اللي كيتدفع السلطات في إطار القانونية ديال المنظمة. إلا سمحتوا لي باش نشكلوا التنسيقية الإقليمية، واش ناخذوا جوج جوج من كل فرع زائد المنسقة الإقليمية أو المنسق، ولا ناخذوا واحد واحد اللي هي ثلاثة زائد دونك تعطينا جوج 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 هي ستة وواحد، ناخذوا جوج جوج لتشكيل المكتب ديال الإقليم. تهامي الكريمي عضو المكتب الوطني لمنظمة الشباب الاشتراكية. بطبيعة الحال اليوم شرفنا على الاشغال ديال المؤتمر الاقليمي لمدينة اسفي، اقليم اسفي اللي تكون من ثلاثة ديال الفروع، وهذا ياتي في اطار الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني تحت شعار الشباب وتكريس الخيار الديمقراطي، واللي هي مناسبة عودتنا عليها منظمة الشباب الاشتراكية ان يكون الاشتغال من داخل هياكلها وفق إطار تنظيمي قوي ووفق واحد اتباع واحد مجموعة ولا مسطرة تنظيمية نشرف من خلالها على تمثيليات جميع الفروع المنظمة في هذا المؤتمر. أتمنى صادقا كما مرت الأشغال ديال المؤتمر الإقليمي اليوم أنه يتم العمل من أجل تجديد هذا الهيكل اللي هو ديال الإقليم الأسفي، والعمل من أجل وحدة الرفاق والرفيقات والرفاق من طبيعة الحال. نتمنى لهم بشكل صريح جدا الاستمرار والاشتغال بهذا الروح النضالي. تحية رفاقية لجميع الرفاق اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في أشغال المؤتمر الإقليمي للفروع المدينة أسفي وفرع اثنين الغيات وفرع جمعة سحيم. يعني أشغال ديال المؤتمر مرات بحضور ديال الرفيق التهامي الكريمي عضو المجلس عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، والرفيق الكاتب الإقليمي لحزب التقدم الاشتراكية رشيد محب، والرفيق العزيز ديالنا مصطفى الكانوني. يعني الأشغال ديال المؤتمر مرات في أجواء ديمقراطية رائعة بين الرفاق، أبانوا من خلالها على روحهم العالية في إنجاح المحطة القادمة للمؤتمر الوطني الثامن للشبيبة الاشتراكية. وكنشكر جميع الرفاق اللي حضروا معنا وجميع اعضاء الحزب التقدم الاشتراكية، وكنضرب لهم موعد اننا من هنا لقدام ان الشبيبة الاشتراكية
كدرع شبابي لحزب التقدم والاشتراكيه انها كتشتغل تحت اللواء ديالو، ومن هنا لقدام ان شاء الله غادي يكون غير الخير في المدينه ديالنا، ونتمنوا ان المحطات الجايه القادمه انها تكون في حله رائعه وفي حله جيده، وان الصيت ديال المدينه وديال الحزب التقدم والاشتراكيه يكون واصل للاقليم كامل. وشكرا. الوثيقة الإقليمية لمنظمة الشبيبة الشراكية فرع آسفي اللي كتكون من ثلاثة الفروع آسفي والغيات وجماعة سحيم. حنا في استعداد للمؤتمر الوطني التالي لهذه المنظمة، بحيث تم مرور الجمع العام هذا المؤتمر بشكل جيد وتوفيق للجميع ورفاق الرفاق. كنشكر الرفاق ديالنا ديال الشبيبة الاشتراكية على هذا التنظيم الرائع ديال مؤتمر الشبيبة الاشتراكية بإقليم آسفي، واللي داز في أجواء رائعة، أجواء ديمقراطية التي تكرس روح الديمقراطية في الشباب ديالنا من أجل شباب أفضل. وصراحة كان عيد وما أدراك ما عيد، وانطلاقة رائعة للشبيبة الاشتراكية في مدينة آسفي لأجل تمثيل مدينة آسفي في المؤتمر الثامن للشباب الاشتراكية في بوسنيقة. وكنشكر الرفاق اللي حرصوا عليه على رأسهم التامي، الرفيق التامي ديالنا والرفيق سعيد، يعني أبانوا عن روح نضالية عالية في تنظيم هذا المؤتمر. وشكرا. رشيد محب الكاتب الإقليمي لحزب التقدم الاشتراكية بإقليم آسفي. كان اليوم المؤتمر الإقليمي للشبيبة الاشتراكية اللي كيتشكل من ثلاثة ديال الفروع، كنهنئهم على النجاح ديال هذا المؤتمر هذا اللي هو داز في ظروف جيدة، وداز حول انتدابات للمؤتمرين أو أعضاء المجلس المركزي. كنشكروا الرفاق اللي هما جاوا من الرباط على السهر على حسن تسيير هذه الجلسة هذه، وشرفونا بالحضور ديالهم. وكنتمنى المؤتمر الوطني يدوز في اجواء جيده، وكنتمنى مسيره موفقه لجميع الشباب وخاصه الشباب الاشتراكيه حول النهوض بالقضايا الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه حول مدينه آسفي، والمواكبه حول الاهتمام ديال الشباب خاصه في اقليم آسفي. السلام عليكم.